ينبغي أن يتوقف العنف في وسط كييف، هذا ما طلبه زعيم المعارضة كليتشكو من المتظاهرين ومن الرئيس يانوكوفيتش. في بلادنا كل شيء مرتبط بالناس الذين يمتلكون السلطة والمسؤولية المطلقة، وأقصد بذلك الرئيس يانوكوفيتش. أريد الذهاب إليه وأن أقول له بأن عليه أن يبدي حسن نواياه. نواياه بوقف العنف أظهرها يانوكوفيتش لرئيس البرلمان. أدعوك إلى تفعيل البرنامج السياسي ودعوة نواب البرلمان إلى الاجتماع من أجل مناقشة الوضع. في الجلسة البرلمانية التي يتحدث عنها يانوكوفيتش، من المفترض مناقشة حتى القوانين المثيرة للجدل التي تقيد حق التجمع، وبذلك يستجيب الرئيس إلى مطلب رئيسي للمتظاهرين. في وسط كييف يرابط المتظاهرون في ساحة ميدان وسط كييف، وبالرغم من الهدنة التي عقدها الجانبان، إلا أن عدداً من المتظاهرين قام برشق الشرطة بالحجارة، فردت قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع. وفي كييف يأمل الكثيرون في أن يظل الوضع مقتصراً على اشتباكات صغيرة ومحدودة، وفي أن لا تتحول ساحة الاستقلال وسط العاصمة ليلاً إلى ساحة حرب مرة أخرى.